السلام البنات، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نوجدو دي ميني بيتزا بحشوه سهله بزاف واقتصاديه، كتجي زوينه. طبيعه الحال انا ديجا دايره معكم العجين ديال البيتزا، هذا غير كرابيل باش تشوفوا. اذا بغيتو غنخلي لكم الرابط في الاسفل ديال صندوق الوصف، فين العجينه ديالنا كنعجنها مزيان حتى كتسلك وكتبقى هكا، يعني هي قاصحه ما هي جايه كتكون عطينا الطول. في الفيديو الاخر انا شرحها مزيان الطريقه ديال العجين. صافي، هنا كناخدوها من بعد ما خمرت مزيان كنبقاو تنشكلوها، نقسموها هكا على اربعه. انا درت هنا القياس ديال كيلو بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يخدموها ويبغيو يبيعوها هكا اللي كيدوزو بها لي كوموند. انا عندنا هنايا كيلو غيخرج ليا تقريبا 41 حبه من بيتزا الصغارين، ميني بيتزا مويانين ماشي صغارين كاع ولكن مويانين. عندي هنا شنو عندي هنايا لاصوص طوماط ديال البيتزا العادية الملحة البزار، نديرو فيها شوية ديال الحبق أولا الزعتر على حسب الذوق، وغادي نديرو فيها لصوص البلدية. تما عندنا البصلة والفلفل شحناهم مزيان، وندير فرماج محكوك. عندي هنايا الطون، وعندي الزيت الزيتون الأسود، عندي الزعتر. صافي، هنا غادي ندوز باش نعمرهم. غادي ندير تقريبا هكا نشكة صغيرة في كل وحدة. بالنسبة للناس اللي كيخدمو لي كوموند هاد البيتزا كتجي رائعة بزاف وكتجي ساهلة. كيف قلت لكم كيلو كيخرج لينا 41 حبة من هاد لي ميني بيتزا، كندخلهم الفراج كنطيبهم غير نص طيبة، وإلا بغينا نحتفظو بيهم هكا كنعمروهم وكنخشيهم في المجمد وكنجبدوهم وكنسخنو. هذا من ضمن التحضيرات نتاع رمضان بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الوقت. ما بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي لا بكري وداكشي، كاين الناس اللي ما عندهمش الوقت خدامين كل ظروفه كيعمروهم بحال هكا. غتخلي واحد العشيه هكا وتخدموهم ودغيا كيوجدوا غتعمروهم. الحشوه كما هي لاصوص هاد الخطيره هادي والطون فرماج الزيتون كلشي، وغادي ديروهم في شي بلاطو وديروا عليهم السلوفان، تخليهم حتى يجبدوا شويه وديروا عليهم السلوفان. من بعد غتحيدوهم غديروهم في طاسه وغادي تجمعوهم وقت ما بغيتو غادي تجبدوهم، وغيجيكم ساهلين وعمليين بزاف وكيبقاو زوينين. انا كنديرهم كنشعل الفران عليهم كنسخنو من الفوق من التحت، كنخشي البيتزا ديالي وكيسخنو كيجيو رائعين بحال يلا درتيهم. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الوقت كيديروا وصفات بحال هكا ساهلين، هذه اسهل طريقه وحتى التحضير ديالهم ساهل وما فيهمش شي مكونات بزاف. الفلفله هكا وبصله مشحرين، كاين اللي كيبغيو البصله الفلفله تكون خضراء ممكن يديروها، ولكن من الاحسن تشحروا كيعطيو مذاق زوين مع الطول، كتجي مع البصله والفلفله مشحرين. صافي، هكا غنستمر انا حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي. وغادي ندير الفرماج، هنا خلطت الفرماج الاحمر والموزاريلا، اختاروا نوعيه الفرماج تكون زوينه. إذا بغيتو انا غادي نوريكم في الفيديوهات الجايين الفرماج اللي خديت. صافي، تنبقى هكا حتى كنديرو، وغادي نشعلو الفرن على الفوق والتحت، كندير شويه ديال الزعتر اولا زعتر كل واحد شنو تيقول لي. صافي، حتى كيتحمروا لينا مزيان وحتى كيدوب لينا الفرماج وكيجيو على هذا الشكل هكا، كيجيو رائعين بزاف المذاق ديالهم كيجي زوين بزاف بنانين. حتى ندير معكم ان شاء الله الصلصه ديال لاصوص طوماط ديال البيتزا سهله بزاف. نتمنى ان شاء الله هاد لا ريسيبي تعجبكم وتجربوها حتى هي، ونكون فدتكم بالطريقه ديال التوجد ديال لي ميني بيتزا حيت كنحتاجهم بزاف. رمضان نتلاقاو في فيديو اخر جديد. سلامه.